قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتم حاليا توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يقوم بها في قطاع غزة لتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن هناك أحكاما صادرة من المحكمة الجنائية الدولية على دول ليست منضمة لها، وتمثل أحكام الجنائية الدولية تمثل هذه الأحكام ضغطا كبيرا، وهناك شواهد سابقة مؤكدا أن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل وترد عليها.